صاحب وادي ولا خالي برك. يا خالي برك واش شريري تسرق لنا قهوه باديو؟ منين خالي تسرق يديوك للسجن تقعد؟ والله ما فهمنا والو. ها راه جي السيد بوادي ذوك نركبوا لافير بوليسير وصوارد وخلاص تعرفوا يا ما نعرفوا با والو. اسمع شري سلك 250 درهم واش عطيتها لي انا؟ الا باري ما عطيتهاش بصح سير هيك وخيبا هادي ما كانش منها خلاص. كيف ما كانش منها؟ قالك عطيني صوارد يعطي صوارد وخلاص. ومنين عطيه صوارد ولا شما عطاني؟ يا قالوا جديد هذوك ما سيركش ما تهمني واش بيك انا. ذاك نهار السيد بوادي في السوق هراس قد قد راح يسالو ولا كاينه منها غد 80 و200 الا عاد راه مهبول واش تحوس دوك الاخر واش تحوس؟ كيف واش يحوس الاخر؟ قالك عطيني صوارد يعطيهم له. كيف موسين صوارد هذو اللي عطاهم لي انا؟ كيف موسين صوارد مسخربين ابو 20 واش نكره واحد انا يقول واحد اعطيني صواردي ويقول لك تعطيتهم لي ولا كيف؟ ذاك نهار السيد ابو هادي انا شتي لي تيليفزيون كوسيتي معاه ولا غزيد ربع دي موت انا حاضر. الا عاد راه موش نورمال ولا كيف موش نورمال؟ انت اللي ماكش نورمال ما تبلش الناس اللي بنهضر معاك واش تحوسوا دوك انت مع رقم الباك لعبتي على المورال؟ كيف يلملك على المورال؟ قالك اعطيني صواردي يعطيه صواردو بصح انا راني حاب لفمك تعطاهم لي. هادي مهم دوك انت مش راح يدوك كيف راه فاهمك انت واش تحوس واش تحوس؟ ذاك نهار السيد ابو هادي اللي شتي ليه انا بدون زيت وزاد لي معاك وانا غزيدو 3 كيلو لوبيا وغا تقلب حاجه وفات انا عرفتو بلي يقلب شامي طاحت عندي 250 يا ولا ضحكوا اكبرك الصحبه ما تخاف ما والو. كيف نخاف؟ لا نخاف انا شتكنا كار وما دير في بالك والو البركة على بالك نوض نمشيو مريم قولك شمن نحيولك صور تروح نتغداو لقيني حالتي اكثر من حالتنا. وانا من البارح ما خليتش انا زعما رايح للمريس طرودك نتغدا ومن ثم نهرب لوخلص. هادي بونافير واسمك واسمك انت؟ انا اسمي الدهماني. شوف السيد دهماني دوك نروحو الريستورو كل واحد يحكم طابله واحد ما يعرفوه كي يجيو خارجين كل واحد يدبر راسو واش يقولو وخلاص. سمش لي كيف واحد ما يعرف واحد ندخل انا الاولو ندخل انا الاولو وبعد تدخل تبودي وكسع الدهماني يزيد شويه ويزيد يدخل كل واحد يحكم طابله كيما فهمتو فهمو الريستورو ما يفيقش بلي انا خادمي لافير مع بعضنا ولا راه متفاهمينو يا خويا مشات وخلاص خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل تفضل وليدي ها راهي الطابله تشيل هوريه. واش كاينه ماكله حاج؟ كاينه الشربه سباغيتي جلبانه بطاطا كوشا فريت اومليت والشوا وكاين الدجاج وكاينه بطاطا مقليه. عطيني طبسي جلبانه وشوي تكتوكه وطرف دجاج وقرعه خوخه. واش كاينه ماكله الحاج؟ يا سيدي السلامه ممنوعه عندكم. يا قلتها في قلبي. كاينه الشربه سباغيتي جلبانه بطاطا كوشا فريت اومليت والشوا وكاين الدجاج وكاينه بطاطا مقليه. جيب لي بطاطا كوشا و43 ما ترك شوا ولا عاد كاين الروز. جيب لي طبسي ولا طبسي ونص وهاد فونتا فريز كبيرة تاعي ترتين عباك نشتي الكازوج. صحيت يا حاج. صحيت وليدي هاي الطابلة وريح واش تاكل؟ جيب لي زوج دركازات ودير معاهم دايدة ودارك ناسي اعطيني داس زاد احنا. والله ما فهمتك كلمة وليدي. زوج دركازات يعني زوج مركازات. المركاز انا نقولو دركاز واحد ما يستني والدايدة يعني بيضة وداس زاد احنا يعني كاز زاك احنا ودارك ناسي يعني مرتي ناسي. اسيدي انت ما تسكوش هنا. ما تسكوش هنا. ها خير يا حاج. اربح ترى وليدي واش هذا على خير هذا الزام ياما. خارج برك يا سلاك لا والو يا اخي سلكتك حاج كيما سلكني هذا؟ لا سلكتك واش بيك هذا بعد ما تشفاش كيما تجي داخل سلكتك ما سلكني ما والو. ها هو راه السيد هذا صاحبي بولي سلكتك. ربحت راه وليدي هذا سلكني صاحب. هو سلكك الحاج كيما سلكتك انا قد سلكك هو ورايا. اما انا والله ما سلكتوني للزوج. وكيف ما سلكناكش حاج تركت بلا صباح ربي واش بيك هذا؟ ها هو راه السيد شاهد بلي سلكناك. وانا السيد هذا؟ ها هو راه قاعد. ربحت راه وليدي هذا سلكوني. يا ولدي اللي بالي بيه ما نحبش سلكوك ولا ما سلكوكش قلب لي الصرف خليني نروح. واش ما صرف نقلبوك حنا حاصلين في السلاك تقول لي قلب لي الصرف؟ تجي وقت حتى سلكني نقلب لك الصرف انا. كيف ما سلكتكش الحاج؟ دوك انا ظالم هذا ظالم الاخر ظالم انت هو الصح. شوف وليدي ما تلعب لي حتى لعبه في ثلاثه ما سلكتونيش. شاف عليكم الواحد من دخلتو. اسمع عزوز سكر البيبان من هنا طقلوا الكلاب هنا عزوز صرف.